نشكر أستاذ لقمان على جهوده المتميزة بنصب مطبات صناعية أمام مدرستنا، مدرسة الوسام للبنات، باعتبار إحنا مدرسة ابتدائية وأطفال صغار وتكثر الحوادث. فنشكر أستاذ لقمان جهوده متميزة، ما بس بنصب مطبات، بس دائما هو متابع شغلات المدرسة واحتياجات المدرسة والنواقص اللي تحدث من المدرسة. وأشكر قناة الموصلية. إحنا أهالي حي بيسان نطالب من أستاذ مدير بلدية الموصل نصب لنا مطبات في سادين حي العربي، لأن عندنا أطفال وطلاب يعبرون من سادين حي العربي، وهاي مرتين صار عندنا حوادث أطفال اندعموا في سادين حي العربي، ونطالب من الأستاذ بلكي يخلينا مطبات في سادين حي العربي، ونشكر الموصلية. لعدم التزام سواق المركبات بقوانين المرور ولكثرة حوادث الفترة الأخيرة في مناطق المزدحمة وفي الأسواق الشعبية وخاصة أمام المدارس الابتدائية، حيث قامت الأهالي والمواطنين ومدراء المدارس بمناشدات بنصب مصدات اصطناعية، مطبات اصطناعية في الشوارع الرئيسية ومقابل المدارس وكذلك في أسواق المزدحمة. اليوم قمنا بإشراف إلى حملة نصب مصدات صناعية في هذه المناطق وتحديدا أمام مدرسة الوسام الابتدائية لكثرة وقوع حوادث اصطدامات. لذا نهيب من خلال منبركم الكريم، نهيب سواق المركبات بالتزام بقواعد المرور وعدم قيادة المركبات بسرعة